المبتدأ والخبر. ما رأيك بهذه المفاجأة يا أمي؟ القبعة جميلة. أفهم من هذا أنك ستؤدين دور المبتدأ في مسرحية الفصل غدا بإذن الله؟ نعم يا أمي، ولكن هناك بعض الأشياء لا أستطيع فهمها وأود مساعدتك بها. أنا مستعدة، ولكن قبل ذلك عليك أن تتذكري أنواع الكلمة التي درستها من قبل. بالطبع يا أمي، فأنا أذكر أن الكلمة لها ثلاثة أنواع، هي الاسم مثل عائشة، والفعل مثل تذهب، والحرف مثل إلى. أحسنتِ، ويجب أن تعلمي أن المبتدأ الذي ستلعبين دوره ينتمي إلى نوع الاسم، والذي يكون جزءاً من الجملة الاسمية. الجملة الاسمية؟ يتضح لي من اسمها أن الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم ويسمى مبتدأ، أليس كذلك؟ بلى، وتتكون الجملة الاسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. إذن يمكننا تعريف المبتدأ بأنه الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية. وأتذكر ما قلته لي يا أمي، القبعة جميلة، فالقبعة هنا تكون مبتدأ لأنها اسم بدأت به الجملة. هذا صحيح، وخبر هذه الجملة هو كلمة جميلة، فالخبر هو الاسم الذي يخبر عن المبتدأ ويفيد معه معنى تاما. أمي، لقد رسمت أعلى القبعة وردة تشبه شكل الضمة، فهل يعني هذا أن المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ ملاحظة ممتازة، فالمبتدأ والخبر مرفوعان دائما، وعلامة رفعهما هنا الضمة. عائشة متفوقة. أمي، انتظري، إنها جملة اسمية. عائشة اسم جاء في أول الجملة، إذن فهو مبتدأ وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. متفوقة اسم أخبرنا عن المبتدأ ويفيد معه معنى تاما، إذن فهو خبر وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا. ما رأيك بمثال آخر؟ موافقة. الحديقة مزدهرة. الحديقة مبتدأ لأنه اسم جاء في أول الجملة وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مزدهرة خبر لأنه اسم أخبرنا عن المبتدأ ويفيد معه معنى تاما وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا. والآن أستطيع أن أؤدي دوري في المسرحية غدا بإذن الله بكل براعة. إذن ما رأيك أن نلخص ما تعلمناه اليوم؟ خلاصة ما تعلمناه اليوم أنواع الكلمة هي الاسم، الفعل، الحرف. الجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين وهما المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة. الخبر هو الاسم الذي يخبر عن المبتدأ ويفيد معه معنى تاما. المبتدأ والخبر مرفوعان وعلامة إعرابهما هي الضمّة.